سيدنا مرحبا بكم معنا في الجهه ديال طنجه تطوان الحسيمه. عامه ملي كتجو لتموضه بي كتبقاو غير على البحر، ولكن اليوم غادي نعرفكم على الجانب الاخر ديال المنطقه فين تقدروا ديروا دي غوندوني على مناظر طبيعيه استثنائيه. وإلا كنتم مستعدين ومتحمسين للرحله ديال اليوم اجيو معي. لا غوندوني غادي نبداوها من منطقه بليونش. باش تمشيو ليها شبروا الطريق الرابطه ما بين الفنادق والقصر الصغير حتى تلقاو البلاكا، ومن بعد 6 كيلومتر ديال لابيست هانتوما وصلتوا. تقدروا تبداو لو سيركوي اون فواتور كيف ما يمكن لكم تجيو على رجليكم، وغادي تكون مخيره الا درتوها اون غروب. على الطريق ديالكم غادي يجذب انتباهكم جبل كبير، هو اعلى قمه كاينه في بليونش اللي كيبلغ حوالي 851 متر فوق الماء. كيسميوه بجبل موسى، ولا حققتو مزيان فيه غادي يبان لكم بحال الشكل ديال السيده ميتة، داكشي علاش كيعطيوها اللقب ديال لا موخير مويرتا. طول ديال المسار اللي غادي ياخذ منكم جوج ديال السوايع غادي نستمتعوا بمناظر طبيعيه بانوراميه هائله. ومن بعد 15 دقيقه ديال المشي غادي ندوزو على جزيرة ليلى الشهيرة اللي غادي تبان لكم من أعلى قمة على شكل قلب. الميزة ديال لاغوندوني هنا هي أن الطبيعة هنا كلها حاضرة، جامعة ما بين الخضورة، الجبال، وبطبيعة الحال البحر. وهنا ردوا بالكم لا تعودوا تزلقوا، فوالا. وإلا كملتوا الطريق ما بين الجبال غادي نخرجوا في فيلاج بوجميل مرورا بماد الرحبة، هاد الماء اللي كيحرك الرحلة القديمة والوحيدة اللي كاينة هنا. اللي زوين في هاد لاغوندوني هو انكم غادي تقدروا تعرفوا على الطريقه التقليديه والبسيطه ديال الناس اللي كتسكن هنا، وحيت هما معروفين بكرم الضيافه ديالهم فلا بد ما يديروا معكم صواب. ايوا الا بغيتوا تشريوا بعض المنتوجات المحليه فكاينين بزاف ديال المنتوجات اللي كتقدمها ديال المنطقه. المشهيوات اللي كيقادو هنا طعم ضدره كيسموه بهرشوله، وكيرافقوه مع بزاف ديال الاطباق بحال البقوله، الدجاج البلدي. ايوا ولا عجبتكم الدنيا هنا وبغيتوا تباتوا كاين انجيل اللي تقدروا تدوزوا فيه الليله ابتداء من 100 درهم، دخل فيها الفطور الغداء وحتى العشاء. ايوا اش كتسناو باش تجيو؟ الرحله ديالنا اليوم سالات، نتلاقاو غدا باش نديكم تعرفوا على منطقه اخرى ودائما في الجهه ديال طنجه تطوان الحسيمه. خليتكم على خير.